ينضم إلينا عضو مفوضية الانتخابات السابق الأستاذ سعد الراوي. مرحبا بك أستاذ سعد. إذن كما سمعت هناك تخوف من أن عملية دمج التصويت الخاص بالعام قد تكون مجيرة لصالح جهات متنفذة، هل تتوقعون أن نكون مقبلين على سيناريو كهذا مع اقتراب الانتخابات؟ تفضل. حياك الله وحيا الله مشاهديكم الكرام. بصراحة هذا الموضوع يعني بكل انتخابات يثار هذا الموضوع، ليس جديد. الآن هناك من يعني سمعت التقرير والأخبار بأنه من يطالب بجعل الانتخابات العام والخاص بيوم واحد، وهناك من يطالب بجعل الانتخابات حصريا بالبايومتري. يعني هذا تسبقها عمل جديد، أول القانون حدد قبل 48 يوم التصويت العام، اليوم هذا قانون، رغم أنه في فقرة أخرى تصويت كل العراقيين في يوم واحد والخارج قبل ممكن 3 أيام. فلذلك القانون أولا يجب أن يحدد بالضبط متى اقتراع العام والخاص، هل هو في يوم واحد أم في يومين مختلفين. اثنين، البطاقة، بالنسبة للبطاقة البيومترية، وهذا في شيء مهم، أن تستكمل لكل العام والخاص، لكن لحد الآن يعني من يشعر أنه وصلت أو أكو تعاون بين الجهات المعنية ومفوضية الانتخابات لكي يصل إلى أعلى نسبة، يعني ممكن أن يوصل 80-90% بايومترية. لحد الآن قريب 50%، وهناك 3 مواليد جدد، هذه راح تصير يعني إضافات جديدة أعتقد بهذه الفترة المتبقية، ما يقدرون يكملون بطاقات بايومترية لكل المواليد الجدد. طيب نعم تفضل. قبل ذلك أستاذ سعد، هل نضمن عدم تلاعب بعض الأحزاب من خلال تصويت العسكريين على سبيل المثال، بغض النظر عن تصويت الراقدين يعني والسجناء وغيرهم؟ يعني الراقدين هذا يعني كميات معدودة جدا بالمئات، لكن العسكريين بمئات الآلاف، فلذلك نحتاج إلى مراقبة دقيقة. كن دائما نقول نزاهة الانتخابات هي مسؤولية الجميع، إذا ما أراقب ممكن يعني، فلذلك أنا يعني أشجع على المراقبة. المراقبة مو فقط في يوم الاقتراع، يعني اليوم ما شفت منظمات أو قلة منظمات وأحزاب أعطت رأيها أو أعطت مقترحات للقانون. القانون فيه ثغرات كبيرة، لكن أين رأي الفنيين والقانونيين والأحزاب البقية اللي تنتقد؟ طيب. تنتقد هذا القانون أو التصويت العام والخاص؟ بالحديث عن الأحزاب بشيء نعم. سمعت كلام الكثير من القوى السياسية التي تقول أنها مشجعة على مراقبة دولية تشرف عليها الأمم المتحدة، هل تستطيع الأمم المتحدة أن تشرف على تصويت مثل التصويت الخاص والعام برأيك وأن تخرج بنزاهة جيدة؟ يعني في الانتخابات عندنا 60 ألف محطة، لا يمكن الأمم المتحدة أن توزع مراقبين بهذا الحجم، فلذلك يجب أن تتعاون الجهات العراقية سواء منظمات أو أحزاب، ويسمحون لكل الأحزاب ولكل المنظمات المراقبة، لكن بحيث بالمحطة الواحدة ممكن ما يتجاوز 6 مراقبين، حتى يصير 6 مراقبين و6 موظفين وناخبين موجودين بالمحطة. فقط تحتاج تنظيم، لكن يعني أرجع وأقول مثلا في 2010 كان هناك عدد المراقبين المسجلين للأحزاب في مفوضية الانتخابات 500 ألف مراقب وكسر. لكن قل لي وين مراقبتهم؟ هل هي مراقبتهم مهنية فعلية؟ كثير من الأحزاب تريد فقط تسجل مراقبين، لكن ما عندها لا رؤية ولا تحط خريطة وتوزع مراقبين. طيب ماذا لو قالت الحكومة؟ فهذا الموضوع يعني يحتاج. ماذا لو تعهدت الحكومة وعلى رأسها طبعا مفوضية الانتخابات بأن حالات التزوير سوف تكون طفيفة جدا وأن النزاهة فيها سوف تكون بائنة، ما الضامن في ذلك برأيك؟ يعني دائما نقول العملية الانتخابية تنجح بتضافر جهود الجميع، يعني مفوضية الانتخابات، كل شركاء العملية السياسية، مفوضية الانتخابات، الأحزاب السياسية، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، منظمات المحلية، منظمات الدولية، الإعلام، نحتاج تضافر كل هذه الجهود حتى ممكن تثمر إلى انتخابات حرة نزيهة، الطعن يقل ممكن، وقد يعني إذا صار فعلا تضافر حقيقي ممكن أن ينتهي التزوير. لكن
بهذه الحالة وعدم مراقبة ووجود شكوك وطعون، يعني ممكن تكون نتائجها مثل ما كانت 2018. طيب فلذلك نحتاج مراقبة دقيقة، مراقبة من صياغة القانون. نعم، المفوضية مؤخرا أعلنت على أن الأحزاب المرفوضة بلغت 99 حزبا مرفوضا، يعني بعيدا عن استبعاد استكمال الإجراءات التي تحول دون تسجيل الأحزاب، هل تتسبب برأيك الضغوطات السياسية في استبعاد أحزاب دون غيرها؟ لا، أكو ضوابط بقانون الأحزاب وأكو نظام تسجيل الأحزاب عند المفوضية وعند دارة الأحزاب. يعني مثلا عندهم مقار، عندهم سجلات، سجل يمسكون سجلات مالية، سجلات إدارية مسجلة هذه وموقعة من كاتب عدل، هذا كلها ضوابط. فالمفوضية تخلي لجان تراقب بكل مقرات الأحزاب، فممكن ما توفرت فيهم الأحزاب، أو أنه نزل أو سجل ومضى دورتين انتخابية، ممكن يعني أكو بعضهم هو سحب أصلا، يعني سجل وما دخل انتخابات، والآن راح تيجي انتخابات جديدة وما سجل. فهذا ممكن لازم نأخذ شروط تسجيل الأحزاب وشروط متابعتها واللجان اللي تتابع كل عمل الأحزاب من مقرات إلى حماية إلى عدم انتمائهم إلى أحزاب أخرى، هاي كلها ضوابط تقرها المفوضية وهي اللي تتابع عملهم وهي اللي ترفض أو تقبل. اتضحت الصورة. عضو مفوضية الانتخابات السابق السيد سعد الراوي، كنت معنا، شكرا لك.